بفجر يوم الاثنين 11 كانون الثاني 2021 غاب مسعود الأشقر بوسي عن عالم محبينه، سكر باب العمر يلي ما عرفه إلا بالصديق والمناضل والآدمي. مسعود الأشقر يلي حمل الأشرفية ولبنان بقلبه، بطل القضية وحامل هم الوطن، مسعود المنفتح على كل اللبناني، خسروا لبنان صديق وشريك بمسيرة إعادة بنائه، راح يلي حب بيروت وحملها بقلبه وبعقله ودافع عنها بشجاعة وبطولة. مسعود الأشقر المقاوم اللبناني والأمين العام السابق للاتحاد من أجل لبنان، المؤمن بقيامة الدولة اللبنانية العصرية ومؤسساتها الوطنية، ما بخل على الوطن بتلبية نداء الواجب خلال فترة النضال. خسر لبنان مناضل شرس دافع عن أرضه وعن شعبه بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا. بالدموع والصلوات عم بيودع المحبين مسعود الأشقر الوطني العريق وحبيب الأشرفية وحبيب ناسا وشوارعها. وفور الإعلان عن خبر رحيل بوسي صدرت بيانات التعزية من كل المحبين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يلي قال: فقدت اليوم صديق جمعني فيه حب الوطن من سنين طويلة، لبنان بيحتاج اليوم لأمثال الراحل يلي كان مناضل وطني وسياسي شريف ومساوم على كرامة لبنان وعلى وحدته واستقراره. مثل الورد مليان عطر وفرح ومثل الغيم حامل هموم، فل عاضد عجرح الوجع بكر رحيله، بس البطل ما بيموت، البطل بيبقى خالد على مر الزمان.